انطلقت اليوم في أبيدجان أشغال دورة 2023 من منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا في موضوع تحقيق النجاح رغم الأزمات. ويهدف هذا الموعد السنوي الهام للقطاع الخاص بإفريقيا الذي يعرف مشاركة أزيد من 1800 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار في القطاع العام من إفريقيا والعالم، يهدف إلى رفع تحدي تحويل الأزمات إلى فرص بشكل سريع ومستدام. ويتوخى المنتدى إطلاق تفكير عميق حول رفع تحديين أساسيين يتمثلان في تمكين القارة الإفريقية من تحقيق سيادتها الاقتصادية في سياق يتسم بالأزمات والتنافس العالمي المتسارع. ويشارك المغرب في هذا المنتدى بوفد هام يقوده رئيس الحكومة عزيز خنوش. وعلى هامش هذا المنتدى التقى عزيز خنوش بالوزير الأول في حكومة كوت ديفوار، حيث تم التطرق إلى علاقات البلدين وسبل تنميتها. إذن لقاء جد هام مع السيد الوزير الأول، أولا تتمين العلاقات الكبرى اللي كاينه بين صاحب جلالة وفخامة السيد الرئيس، وبأن واحد العدد ديال المشاريع اللي كان عطاهم انطلاقة سيدنا هنا يعني في الوقت اللي كان في أبيدجان، واللي شفنا يعني الكيفية ديال التتمين وديال التسريع وديال التنزيل ديال هذه المشاريع، كما أنه كانوا عنده طلبات فيما يخص مخططات الفلاحية المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر الآن، يعني كيف يمكن لكوت ديفوار ساحل العاج أنه تأخذ هذه التجربة ونتعاونوا شويه في الميدان الفلاحي، وكذلك مشاريع استثماريه كبيره اللي يمكن تكون بين البلدين في واحد العدد ديال النطاقات. فكانت كذلك مناسبه انه نهنيوه ونشكروه على هذا الاجتماع الهام اللي هو فوروم ايكونوميك اللي كيخلي انه الافارقه كيتلاقاو كيتكلموا كيتناقشوا باش يكون القطاع الخاص يعني في صلب الاهتمامات ديال الحكومات، باش يمكن يلعب الدور ديالو ديال الاستثمار، وهو بنفسه كيحب يجي للمغرب ان شاء الله قريبا باش يتلاقى مع المستثمرين المغاربه ويشوف التجربه ديالهم في واحد العدد ديال الميادين، مع باش يكون دفعه جديده قويه للعلاقات بين ساحل العاج وبين المغرب.